اهلا بحضراتكم من جديد وحلقه مهمه وجديده من الاهلي في المونديال قبل مباراه الحسم، مباراه الاشقاء كبيري الكره العربيه، سواء كبير افريقيا النادي الاهلي وكبير اسيا فريق الهلال السعودي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بتحقيق الميداليه البرونزيه الثانيه على التوالي، حتى لو كانت الطموحات الصعود للنهائي ان شاء الله هتتحقق. ان شاء الله هتتحقق، ولكن نحن الان امام كلاسيكو العرب. نعم، هو كلاسيكو العرب واللقاء الاكثر جماهيريه في الوطن العربي، اللقاء اللي بتحول دون تكراره وجود الفريقين في قارتين مختلفتين. لكن كبير القوم والشعبية في آسيا في مواجهة كبير القوم والشعبية في إفريقيا، ومباراة حماسية بدرجة لا يمكن حد يتخيل. دقات القلب شغالة من دلوقتي، التوتر والقلق المصاحب والثقة في كبرياء الأهلي وكل شيء في كلاسيكو العرب وارد. مفيش توتر، مفيش قلق، احنا بنلعب في كأس العالم للأندية. خلينا فريش، ارفع من علينا الضغط هيحتل تويتر. خلينا فريش ان شاء الله، مفيش قلق ومفيش توتر، تأكيد كلنا ثقه. عجبنا جدا الحوار ووجود الكابتن امير عبد الحميد، ورساله للكابتن علي لطفي. علي لطفي عاوزينه بذكريات مباراه الاهلي والزمالك في الدوري الماضي الدور الاول، غياب 7 لاعبين على راسهم كابتن محمد الشناوي، يكون علي لطفي هو كلمه السر في فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بالتصدي لركله جزاء اثناء المباراه، ويقدم مباراه العمر بالنسبه لعلي لطفي. عايزين نقول يا ليالي العمر عودي، ويقدم مباراه تاريخيه في كاس العالم للانديه، بالتاكيد كلنا ثقه، وجماهير النادي الاهلي كالعاده كلها ثقه في فريق النادي الاهلي. وكالعاده قبل اي مباراه مهمه هتلاقي دايما جمهورك في ظهرك، جمهورك رقم واحد ترند عشان يقول لك البرونزيه يا أهلي أو البرونزية لجمهورك يا أهلي. تصدر النهاردة هذا الهاشتاج تويتر كالعادة، جماهير النادي الأهلي هي الأكثر شعبية، الأكثر جماهيرية، دائما وأبدا تثق في فريقها، فشيء طبيعي جدا. نتمنى لاعبي النادي الأهلي يردوا التحية لجماهير النادي الأهلي بتحقيق البرونزية من أجل أغلى شيء في كيان النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي، البرونزية لجمهورك يا أهلي. أيوة، لجمهورك. وجمهورك ما يستحقش منك البرونزية، لا، يستحق ما هو أكثر كمان. ولكن إذا اكتفينا بالمرة دي إن احنا نلعب على البرونزية بس، فحققوها لجمهوركم، حققوها لناديكم، حققوها لتاريخكم، لأن حاجات كتير جدا بيستناها جمهور النادي الأهلي من الفريق. يمكن الظروف كانت صعبة، ولكن وسط الظروف هتظل البرونزية نقطة النور. ولكن يا أحمد، أعتقد كان في النهاردة بيان مهم جدا من النادي الأهلي على نقاط كتير كنا احنا بنتكلم فيها قبل البيان. اتكلمنا فيها كتير، وطبيعة الحالة أساسا الإعلام الرياضي حتى في الوطن العربي كله اتكلم فيها عن فكرة مدى عدم تكافؤ الفرص في بطولة كأس العالم للأندية. الظلم الواقع على النادي الأهلي من تعارض المواعيد، كان النهاردة وفد النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمام الفيفا بيضع 4 نقاط مهمة جدا أمام الفيفا. وإن شاء الله زي ما النادي الأهلي بيكون تاريخيا دائما وأبدا مؤثر في تغيير لوائح وقوانين للأفضل، تكون الجلسة دي إن شاء الله بداية انطلاقة لكأس عالم مختلفة. لأن النادي الأهلي كان عنده أو مطالبه عادلة، قال إن ما ينفعش يكون وجود بطل أوروبا وأمريكا في أدوار متقدمة من البطولة وأنا آجي ألعب البطولة من الدور الأول أنا وبطل آسيا، وده كان كلام أيضا بطل آسيا. لكن خلينا في بيان النادي الأهلي لما أتكلم عن نقطة تانية، وهي فقدان 9 لاعبين دوليين من الأهلي بسبب تعارض البطولات. والأهم كمان نقطة لما تاخد إنذار في المباراة الأولى وتاخد إنذار في المباراة الثانية فتغيب عن المباراة الثالثة، طب ما الفريق اللي جاي يلعب من الدور قبل النهائي ده مسبقة. اديت له أفضلية بالظبط كده. وتوزيع الحكام الغير عادل، وده اتكلمنا فيه أيضا لأن الموضوع غريب. يمكن ناس كتيرة بتتكلم في حوارات جانبية حصلت، يعني مش هنقول مسؤولين في الاتحاد الدولي، فين الحكم الأرجنتيني؟ ممكن مصاب. يكون مصاب. طب مصاب بايه؟ خير الحمد لله، الله اعلم. خير إن شاء الله. الموضوع غريب جدا، لكن اعتقد مهم جدا حتى للي جاي. وانت كمان مش بترفع ده، انا بشوف يا جماعه ان ده شان لا يخص النادي الاهلي بس. فين بقى الاتحاد الافريقي؟ لا، ما هو الاتحاد الافريقي فاضي، مش فاضي الموضوع. طب الاتحاد المصري؟ لا، يعني احنا من امتى بنسال الاسئله دي؟ يعني حاجه صعبه جدا. من امتى بنسال الاسئله دي؟ الاهلي بيحارب حروبه دي وحيده بس ده. انا متفائل، لان الاهلي في بدايه التسعينيات لما حصل مشاكل على دوري ابطال افريقيا
والنادي الاهلي كان عنده بعض التحفظ على فكره السفر وعدم وجود موارد ماليه للبطوله القاريه والتحكيم الغير عادل وما شابه، كان جرس انذار للكاف وقدر بعد 3 أو 4 سنين يغير نظام ابطال الدوري وتحولت لنظام المجموعات ومحاوله جلب رعاه ويكون فيها مبالغ ماليه. فانا اعتقد كالعاده النادي الاهلي يكون دايما نواه للتغيير للافضل ان شاء الله. ان شاء الله يا اسامه، وباذن الله ان احنا اتكلمنا في ان وجود اللاعبين بنثق فيهم مش علي لطفي بس، عندنا محمد عبد المنعم انا عايزه بكره يحط في اعتباره ان هو اذا كان بيواجه ايجالو ماريجا هو راجل واجه فينسنت ابو بكر اللي كان محدش بيوقفه في بطوله افريقيا، راجل موجود ضمن التشكيل الاساسي لمنتخب افريقيا في كاس الامم الافريقيه، يعني انت راجل كلاس ايه في المدافعين في افريقيا، يعني انت راجل تقدر تواجه اي مهاجم او تواجه اي هجوم او تواجه اي فريق. فاعتقد ان شاء الله زي ما عندنا غيابات كمان عندنا اشياء تخلينا نفسيا نقول ان شاء الله ان احنا حاضرين في مباراه باذن الله. محمد عبد المنعم اساسي في منتخب البطوله وده شيء يعني قوي بشكل كبير، لكن مش هنقدر طبعا نتغافل ان احنا عندنا 5 أو 6 عناصر اساسيه بتلعب مع النادي الاهلي الموسم بالكامل. ما ينفعش نقول ان الموضوع ده بسيط او سهل او لا يؤثر، اي لاعب بيغيب عن اي فريق بيؤثر بالتاكيد، لكن نتمنى ان الموجودين يكونوا على قدر المسؤوليه كعادتهم ويقدموا نموذج مشرف للنادي الاهلي. عندنا غايب كابتن محمد الشناوي، ما ادراك ما كابتن محمد الشناوي، اكرم توفيق، بدر بنون، بيرسي تاو، حتى كمان محمد مجدي قفشه، ايمن اشرف، 6 عناصر اساسيه. وعشان كده بقول ما اشبه الليله بالبارحه، كان غايب 6 أو 7 عناصر اساسيه امام نادي الزمالك في الدوري الموسم الماضي وقدرنا نفوز. نتمنى ان شاء الله تتكرر الامور ونقدر نفوز ويكون ايضا علي لطفي نجم المباراه او اي لاعب في النادي الاهلي نجم المباراه، المهم تتحقق الميداليه البرونزيه. عندنا العم بيتسو، كان محور حديث اليومين اللي فاتوا، وإذا تحدث بيتسو فعلينا أن ننصت، نشوف مستر بيتسو قال إيه. السلام عليكم. Yes, a big game again to play. تبقى مباراة واحدة فقط لنلعبها. أعتقد أن كأس العالم للأندية بالنسبة لنا أو بالنسبة لأي ناد يمثل أفريقيا تعد ملحمية، كذلك هو الحال بالنسبة لفريق الهلال. الفريق كبير، بطل آسيا الذي نكن له الكثير من الاحترام. الشيء الجيد لنا أنه لا يزال لدينا ما نلعب من أجله، ميدالية ننافس عليها. نحن نأمل أن نهدي إفريقيا ميدالية كما فعلنا العام الماضي. بالطبع أردنا أن نفوز بميدالية مختلفة، لكن الوضع الحالي ألزمنا بالمنافسة على نفس الميدالية. يجب علينا أن نكون شاكرين لأنه لا زال لدينا تلك الفرصة، حيث أنه ليس كل الفرق في إفريقيا في آخر موسمين لديها نفس الفرصة التي لدينا. سنواجه فريقا أحرز 6 أهداف في هذه النسخة، سنواجه فريقا رائعا كما شاهده الجميع أمام تشيلسي. أعتقد أن الشوط الثاني كان رائعا وهذا أعطانا الفرصة أن نعمل باجتهاد أكبر لأننا سنواجه فريقا رائعا. ولأكون صادقا فالهلال ضد تشيلسي كان قادر على بلوغ الوقت الإضافي وربما يفوز بالمباراة. هذا يظهر لنا أن مستويات كرة القدم تتقارب جدا بين إفريقيا وآسيا، ولم يعد الأمر كما كان سابقا. بالنسبة لنا فواحدة من أفضل الأشياء التي قمنا بها أننا صححنا أخطاء الماضي أمام مونتيري، حيث لم تكن لدينا عنهم أي معلومات إلا أنه الفريق الذي هزمنا في السابق. في هذه المرة صححنا هذا الخطأ وحولنا معلوماتنا عن مونتيري، الشيء جيد حتى ضد بالميراس رغم أننا خسرنا ضدهم، لكن كما رأيتم لديهم فريق رائع، لكننا فزنا عليهم العام الماضي، فتاريخنا يقول إننا نتحسن وكنا على وشك بلوغ النهائي، لذلك سنبذل أقصى ما لدينا في هذه المباراة الصعبة. سنلعب ضد فريق كبير لديه لاعبون من بورتو ومن الدور الإنجليزي، كل هذا يرينا قوة الهلال والقوة الشرائية لديه، لكن بالطبع لن نركز كثيرا على هذا الأمر حيث لدينا ثقة في أنفسنا وسنبذل أقصى ما لدينا. نحن بدأنا الشوط الثاني ضد بالميراس بشكل أفضل، كنا ثابتين وواثقين أكثر. إذا بدأنا المباراة بنفس الأداء الذي بدأنا به الشوط الثاني ضد بالميراس فسيكون لدينا فرصة أن نحرز شيئا، لأنها ليست مباراة سهلة. والشيء الجيد بخصوص هذه المباراة أنه فريق عربي هو من سيفوز بالميدالية،
فهذا شيء جيد للشرق الأوسط أن يفوز فريق عربي بالميدالية البرونزية. But last year we beat them, so our history is also coming up slowly. As much as we're not really going to the finals, so. هكذا بيتسو يرصد، يفهم، يعرف، يحترم، ولكن لا يخاف. ده الكلام واضح، عارف كل حاجة عن الهلال، قوته الشرائية، رصد لاعبيه، ولكن قال كبرياء الأهلي. وأنا بقالي يومين أعول على شيء واحد فقط، وهو كبرياء النادي الأهلي. إن شاء الله يجيد بيتسو موسيماني التعامل مع هذه المباراة كعادته إن شاء الله في التعامل مع المباريات الكبرى. تاريخ حافل منذ انضمامه للنادي الأهلي وقيادة الفريق في المواجهات الكبيرة، دايما حاضر، دايما موجود. نتمنى إن شاء الله في المواجهة الكبرى غدا يكون حاضر، يكون موجود، ويحقق إنجاز لم يسبقه أي مدير فني على الإطلاق بتحقيق ميداليتين برونزيتين للعام الثاني على التوالي. بس ده كلام بيتسو. عندنا كمان كلام كابتن الفريق رامي ربيعه في غياب طبعا شناوي، كان حاضر المؤتمر الصحفي وكان عنده بعض التصريحات، نطلع نشوفها ونرجع نعقب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه يعني فرقتين، طبعا فرقتين محترمين جدا، فرقه الهلال والفريق المصري، طبعا الاهلي المصري، يعني كونها تبقى مباراة بس هي تبقى حاجة كبيرة جدا بيننا، ونحاول نثبت نفسنا، نحاول نبين للناس ان احنا عندنا كرة كويسة، واحنا اثبتنا ده اوريدي بالفعل. فريق الهلال فريق كبير، عمل مباراة كويسة زي ما كوتش قال، اثبت ان هو فريق كبير وهو اصلا فريق محترم. ده يبين يعني هي تبقى علاقة محترمة في الملعب بين البلدين قبل ما تكون مباراة، فالموضوع ده يخلينا ان احنا نبقى نظهر بشكل كويس، وان احنا ان كل فرقه تعمل اللي عليها، والمكسب ده بتاع ربنا، وربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي. طبعا كاريلو وبريرا كانوا معايا في سبورتنج لشبونه، فانا عارفهم شخصيا يعني، وبنتعامل مع بعض دايما، بنتكلم مع بعض، فدول اللاعبين اللي كانوا معايا من لما كنت في سبورتنج لشبونه يعني. فلا فريق الهلال فريق محترم زي ما كنتش قال. السعوديين طبعا في لعيبه كتير، سالم، وفي لعيبه محترمه جدا 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 يعني في المستوى، يعني هيبقى ماتش زي ما قلت لك ماتش محترم، في لعيبه محترمه، نثبت للعالم ان في كره محترمه، ومع السيستم طبعا مع الكوتش هنبدا نعمل بتكتيك اللي احنا متعودين عليه، وان احنا نقدر نهاجم وندافع مع بعض، فهيبقى الموضوع هيبقى مباراه تبقى قويه بالنسبه للهلال وبالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، تعودت ان انا اثبت نفسي، وان انا ما اهتمش بقرارات يعني الموجود معايا ايا كان الكوتش، فكان احترام القرار واحترام ده بيديني دفعه ان انا ادوس على نفسي اكتر، وان انا اركب نفسي الغلط، ان انا اكيد في حاجه فيا غلط او في حاجه في مستوايا ناقصه، ده يديك الدفعه ان انا اشتغل اكتر على نفسي وان انا اثبت نفسي. ورسالتي للناشئين ان هم يدوسوا على نفسهم، ما يفرقش معهم لعب اساسي لعب احتياطي بره القايمه، هو انت شغلك لعيب كوره انك تركز في الملعب بس، ما تركزش في كلام الناس. لو ركزت مع كلام الناس والسوشيال ميديا والحاجات دي مش يعني هتقع، لان كلام في كلام حلو هتسمعه وفي كلام وحش هتسمعه، ويعني بين الحاجتين بتبقى شعره كده صغيره اللاعب المفروض يحس بيها، ان يعني لما يعمل حاجه كويسه الناس هتشكر فيه جدا، لما يعمل حاجه وحشه بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا. فرسالتي ان ما حدش يسمع لحد، واشتغل واعمل لنفسك اسم، واعمل لنفسك كارير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكتر نادي بطولات، فانت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه ذاتك، لان اللعيب الصغير بيبقى عنده باور ان هو يثبت نفسه، وانا كنت لعيب صغير وكنت عايز اثبت نفسي. كان اول مباراه ليا في كاس عالم الانديه كانت في اليابان في 2012، كانت عندي 19 سنه ولا 18 سنه، فكنت انا صغير جدا وكنت بلعب اساسي، فبالنسبه لي انا كرساله ليهم، انا حضرت كاس العالم 3 مرات، وكانت اللي انا ما حضرتهاش السنه اللي فاتت دي كانت هتبقى الرابعه، بس الظروف، وزي ما انت قلت كده ده نصيب انك تشتغل على نفسك وتدوس على نفسك. ما شاء الله. ثانك يو كوتش. وربنا كلل مجهودي ان انا خدت احسن لاعب في المباراه في مباراه مونتيري، فده احلى جايزه بصراحه بالنسبه لي ان انا دوست على نفسي، وربنا يكرم طبعا
وكلنا فرقة واحدة، مش أنا اللي خدت أحسن لاعب، يبقى الفرقة كلها طبعا بمساعدتهم معايا، وكلهم كانوا رجالة في المباراة، وتكمل إن شاء الله بناخد كاس تالت كاس عالم إن شاء الله. هو كل مباراة ليها حساباتها، وكل مباراة ليها تفكيرها، وكل مباراة ليها التكتيك بتاعها، فما فيش فرقة بتبقى أعلى من فرقة، وفي فرقة هو على حسب زي ما الكوتش قال، إحنا كسبنا بالميراس السنة اللي فاتت وخسرنا منها السنة دي، وخسرنا من مونتيري مرتين في كأس العالم وكسبناها السنة دي، فما فيش فرقة اسمها كعبها عالي وفي فرقة كعبها واطي، هي الفكرة كلها إن على حسب مودك وعلى حسب الحظ في الماتش، أو على حسب اللي مركز أكتر في المباراة، بس لو مباراة اتكررت أو في مباراة كذا مباراة على حسب الفرقة داخلة بتركيز عاملة ازاي، فهي مالهاش علاقة بفرقة اعلى من فرقة، هي فرقة مركزة، وفرقة ممكن تبقى التركيز بتاعها ممكن يبقى على مراحل، زي ما احنا دخلنا الماتش مش مركزين في الشوط الاولاني، او الماتش سرقنا شوية، او التركيز الزيادة خلانا نبقى فاقدين شوية من تركيزنا، لان اوقات التركيز الزيادة بيبقى بيتأثر عليك بالسلب، فدي ما فيهاش كعب اعلى وكعب اوطى، دي فيها ان هو اللي حظه حلو واللي بيبقى مركز في الماتش هو اللي بياخد الماتش. انا عرفت ان الحكم بس هو اللي حكم لنا ماتش بالميرس، هو اللي هيبقى متواجد في المباراه برضو. ما عندناش تعليق طبعا، هو انك تركز في ماتشك وتركز في ادائك، لو انت كسبت او جبت جون هتبقى مش مركز في قراراته. ممكن الحكم اوقات كتيره قوي بيبقى ضاغط عليك في قراراته ان بيحسب فاولات مش موجوده، بس مش دي الشماعه اللي احنا هنعلق عليها الاداء. لازم نكون احنا مقصرين، بس ما عنديش فكره ان هو يتغير ولا لا، بس عارفين ان هو اللي هيبقى حكم المباراه بكره ان شاء الله. كلام مهم جدا من كابتن الفريق رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي، اتكلم عن نقط مهمه جدا، اتكلم ازاي بيقدر يدوس على نفسه، وازاي قدر يرجع ياخد افضل لاعب في المباراه امام مونتريه. اتمنى يكون اذا كان له نصيب ان هو يكون اساسي، يكون في قمه تركيزه ويقدم لنا اداء مباراه مونتريه، ان شاء الله يعني يكون الفريق جاهز وطريقه اللعب تكون المناسبه للنادي الاهلي، لان البعض من الاشقاء في السعوديه متخيلين ان ممكن النادي الاهلي او بيتسو موسيماني يلعب بطريقه او جيم مفتوح. انا اتوقع ان بيتسو موسيماني هيلعب على التحولات وهيجيد ده، واعتقد بيتسو بيجيد فن اداره المباريات الكبيره. نتمنى يستمر مع التوفيق في المباريات الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله يستمر التوفيق ويستمر التركيز وتستمر حلم النادي الاهلي نحو الحصول على البرونزيه الثانيه على التوالي، ويستمر معاكم الاهلي في المونديال وليالي الاهلي في المونديال، لسه الاخبار فيها مهمه، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد، والاهلي في المونديال، وكعهدنا معاكم دايما دايما بنحطكم في قلب الحدث سواء في المكسيك، البرازيل، السعودية. فمعانا ناقد وكاتب صحفي في جريدة الرياضية السعودية، الأستاذ أحمد الشمري. أهلا بيك يا فندم على شاشة قناة النادي الأهلي. يا أهلا فيك، والساعة المباركة أخوي وحبيبي أستاذ محمد بارز، وأيضا أخوي العزيز أحمد أسامة، تشرف فيكم حبيبي. أهلا بيك. الأهلي قناة زعيم افريقيا، زعيم وفخر العرب، انا ما اجامل في هذا، تاريخه هو اللي يحكي عنه قبل ما احكي انا. سعداء بوجودك اكيد، ونتشرف بوجود قامه صحفيه زي حضرتك نتعلم منها ونستفيد بيها، وجمهور النادي الاهلي كله يحب يسمعك النهارده. بالتاكيد، ويعني حابين تقول لنا بقى رايك في مباراه او مواجهه الغد بالتاكيد، وابرز العناوين اللي تناولتها الصحف السعوديه، وتعقيبا على مباراه الأشقاء غدا إن شاء الله، وإحنا سميناهم هنا الكبيرين، كبير القوم في أفريقيا وكبير القوم في آسيا، فحابين حضرتك بقى تحط مشاهدي قناة النادي الأهلي في قلب الحدث وتوقعاتك للمباراة. أمل، أنا أتشرف في وجودي ثاني مرة في قناة نادي الأهلي، قناتنا هذه أنا أسميها نادي الأهلي، ملك للجميع، الكيان العظيم. جمهور نادي الأهلي جمهور الراغي بأمانة، الجمهور المحترم هو السند بعد الله للكيان العظيم وانجازاته. في الامانه العناوين نفس ما تفضلتوا، الكبيرين يتواجهون، والكبيرين في بطوله عالميه، وهي اكبر بطوله، ثاني بطوله عفوا، في اكبر محفل دولي. انا تمنيت انه يكون النهائي، والله العظيم تمنيت انه يكون النهائي بين الاهلي والهلال، ولكن باذن الله مستقبلا
لابد، انا عارفهم اثنينهم فيهم الخير والبركه ودائما نتغنى فيهم بالعز والكرامه. فنادي الاهلي حصل مرتين على الثالث، والمفترض بالامانه انه هو اللي يكون صاحب اللقب. ونادي الهلال طبعا زعيم اسيا في ثمان بطولات اسيويه في جميع مسمياته، فليس بالسهل للعلم يعني. ورغم غيابات متواجده في نادي الاهلي صدقني ما راح يتاثر نادي الاهلي، الاهلي بمن حضر. نتمنى ان شاء الله. ولا انا غلطان بعد؟ لا طبعا الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر. طيب توقعات حضرتك للمباراه؟ انا اشوف والله شوف توقعات للمباراه اتمنى طبعا، انا قبل ما اتوقع استاذنكم بشغله اخواني الاعزاء الاهلاويه، لا تاخذكم بعض من الجماهير الانديه الاخرى، او بالاصح بقول انا شوي ترى مشاغبه، الجماهير الانديه الصغيره وخوا عنها انت بس، هم لو ما فشلوا والله هم يتمنون يكونون مكانكم، بس هم ما قدروا يوصلون اللي وصل له نادي الاهلي اليوم ولا نادي الهلال. فدائما الكبار هم مع بعض، فيقول لك المثل هو مثل مصري، ها الكبير يبقى كبير والنص نص والصغير معروفوش، فانتم تبكوا من الصغيرين هذول. نتيجه المباراه، انا نتيجه المباراه صراحه اللي اشوفه على اللي قاعد يقدمه نادي الهلال المستوى المبهر، عارف شلون؟ فاتوقع يعني الله اعلم ان تكون فرق هدف يعني 2-1 1-0، ما اعتقد انها راح تكون بعيده يعني، او اللي راح يفوز ما راح ياخذ اكثر من فرق جولين من الثاني، ان كان الهلال او الاهلي بصراحه. نتمناها اهلاويه ان شاء الله، ونتمنى الفوز للنادي الاهلي، ونتمنى الاهم ان تظل الروح العربيه بين جمهور الهلال وجمهور النادي الاهلي، هذه الروح والمحبه اللي بتجمعهم، ويكون احد الفريقين فاز بالبرونزيه والاخر فاز باحترام الجميع يا اسامه. بالتاكيد يا فارس ندخلها يعني متنافسين نخرج منها اشقاء. اتفضل كلمه اخيره استاذ احمد، ورساله لجماهير الكبار سواء جماهير الاهلي او جماهير نادي الهلال عن الروح الرياضيه. بالأمانة أولا أشكركم، وأنا تشرفت أني أكون مداخلتي في قناة كبير القارة الإفريقية والزعيم الأهلي، أقول لهم الأخلاق الرياضية اللي تعلمناها من أول، ولولا أنتم ما أنتم كبار ما شجعت ولا حبيت نادي الأهلي، وأيضا على الجمهور نادي الهلال نفس الشيء. الله عليك. فأتمنى أن دائما خاصة في التواصل الاجتماعي تكون الروح الرياضية، ونبارك لبعضنا من اللي يفوز، ترى الجميع فايز ما حد خسران. صحيح. ثقوا بالله ما حد خسران. صحيح. أنا قلتها في أول بداية مداخلتي معاكم بكل اختصار، أنتم لو ما أنتم كبار ما وصلتوا لهذا المستوى الذي يبحث عنه الأندية اللي خبرتهم، فهم من الحرة والغيرة قاعد يسوون السوالف هذه، ولا تسمعون لهم. الله يوفقهم ان شاء الله، الله يحفظ ام الدنيا. متشكرين لحضرتك، متشكرين لحضرتك. والشعب وحكومه الله يشكر عليك. ومداخله اسرتنا وافادتنا كتير جدا، ومصر دائما في عيون الاشقاء العرب، وده اللي احنا بنحافظ عليه، الجميع يتغنى بحب مصر يا اسامه، والمشاعر جميله جدا، يمكن كان بيجمعنا الصديق وائل امام مع كتير جدا من القامات السعوديه، وتشوف حجم التقدير للنادي الاهلي وتاريخه والحفاوه، وعارفين يعني ايه كبير افريقيا، وهم بيتكلم على الهلال بكل فخر في كل كلمه، لازم كمان يتكلم عن الاهلي، وكمان احنا كنا بنبادلهم الحب للهلال، وده الاهم يا جماعه والله، وده اللي بيبقى مشاعر التقدير الاحترام. وبحب جدا انك تقابل منافس قوي وله تقاليده زي الهلال، في الحالتين كسبت خسرت هتبقى بتحترمه يا اسامه. بالتاكيد، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، ويمكن اسرانا
الأستاذ أحمد واتكلم عن فكرة الروح الرياضية وتحديدا على وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلم بشكل عن كبير أفريقيا وكبير آسيا فريق الهلال وفريق النادي الأهلي طبعا كبير أفريقيا. نتمنى إن شاء الله تكون المباراة في إطار من الروح الرياضية. وهو قال جملة مهمة جدا، قال لو ما كانوش الفريقين كبار ما كانوش وصلوا للمرحلة اللي زي دي. طبعا كل التقدير والاحترام للأندية المتنافسة سواء داخل قارة أفريقيا أو داخل قارة آسيا، ولكن في النهاية تبقى الأرض المشتركة. ودايما بنقول أن الرياضة وكرة القدم لابد أن تجمع لا تفرق، وده الرسالة دايما اللي احنا متبنيينها، ومش هنسمح أبدا لأي أخطاء حصلت في الماضي أنها تتكرر مرة أخرى. وبالتوفيق بالتأكيد للنادي الأهلي غدا أمام الشقيق الهلال السعودي. فايز هنقول له مبروك، ونتمنى نقول مبروك للنادي الأهلي، والخاسر هنقول له هارد لك وتتعوض في بطولات أخرى. إن شاء الله يكون النادي الأهلي صاحب الميدالية البرونزية. كنا نداعب الأشقاء في السعودية إن هم ما فازوش بالبرونزية قبل كده، وبيقولوا أنت عندكم اتنين. قلنا هنفوز بالبرونزية ونديها لكم أنتوا تحتفظوا بيها، ولكن تبقى مشاعر الحب ويبقى الأهلي في المونديال، وتبقى رحلة كنا معاكم فيها في رحلة مهمة جدا للأهلي في المونديال. إن شاء الله نشوفكم والأهلي محقق البرونزية. سلام يا رب.